قاسم علي أبو عمر رحمة الله تعالى وهو صالح. رحموا على المرحوم بإذن الله تعالى المخرج قاسم علي أبو عمر. انتقل وإلى أرواح والدينا ووالديكم نهدي ثواب الفاتحة. Thank you.
بس شوي خليه يشوف مدام انطوانيت، خليه يشوفها وبعدين الله، خليه يشوف مدام انطوانيت بعدين. بس شوي شباب، كان اذنكم ناتي الله.
الكبير التعاطف الكبير يمكن مش بس افتحوا لنا الطريق يا الطريق افتحوا الطريق افتحوا الطريق افتحوا الطريق بس بعدوا لهم بس بعدوا لهم بعدوا لهم خليهم يمرقوا بعدوا لهم عن النص عن النص عن النص عن النص مش عارف شو هالحب الله يطعمنا هاي المحبه يا رب الناس صابقيننا على الدفن الناس عاديين يعني الجمهور الله يرحمه انت واحد بس الواحد رجعوا يا شباب رجعوا برا الخيمة نرجع شباب لو سمحت نرجع شوي لورا بس لو سمحت خالي نرجع بعد شوي نرجع خالي نرجع حبيبي نرجع نرجع شباب بس نرجع بعد اذنك يلا بس نرجع
والقرآن إمامي، والصلاة والصوم والزكاة والحج فرائضي، وأنا مت وعشت على قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جددوا إيمانكم بشهادة لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. وأنت يا عبد الله ثبتك الله بالقول الثابت، آمين، نقلك الله حجتك، لا تنسى العهد الذي فارقتنا عليه، شهادة لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا اجعله حفرة من حفر النار. اجعل هذا الدعاء في صحيفة من كان اجتماعنا بسببه وفي قصده وعلى نيته. المرحوم بإذن الله تعالى حاتم علي رحمه الله، ما نسأل الله عوض الله روحه الجنة، يقبل الأجر والثواب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقبل اللهم منا وإلى روحي وأرواح والدينا ووالديكم، وعلى نيتي أن يثبته الله بقبل. نقرأ جمعا سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قولوا سمعناه في خزائن الرحمن. اجعلوا بيان عليه إن شاء الله. Thank you.
الحارة. الله أكبر.